هنري ينضم إلى قاعة المشاهير والأهل المصري بحلة جديدة، وكورونا ترعب الرياضيين في الهند. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من العربية رياضة، أهلا بكم. أصبح ألان شيرر وتيري هنري أول لاعبين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هول أوف فيم. رابطة الدوري الإنجليزي استحدثت قاعة مشاهير البريمير ليج للاحتفال بأصحاب الإنجازات الفردية في المسابقات منذ انطلاقها في عام 1992. الأهلي المصري يضع حجر أساس ملعبه الجديد السبت المقبل، حيث أعلن النادي المصري حصوله على الموافقات اللازمة لإنشاء استاد خاص للنادي بمدينة الشيخ زايد. الاسم المقترح حتى الآن استاد الأهلي، أما المدرجات فستحمل أسماء أساطير الفريق أمثال صالح سليم، وستستلم التصميم شركة إنجليزية، كما سيتم افتتاح متجر للنادي ومطاعم بالإضافة إلى مرافق أخرى. ألقت ظاهرة تفشي كورونا بشكل كبير بظلالها على لاعبي الرياضات المختلفة في الهند، وعلى رأسها الرياضة الأكثر شعبية هناك الكريكت، إذ ترك عدد من المحترفين عقودهم المربحة وانسحبوا من المسابقات بسبب حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد مع استمرار ارتفاع الوفيات. الهند سجلت قرابة 3000 حالة وفاة في يوم، بينما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى أكثر من 350,000، وهو رقم قياسي عالمي جديد. في حدث طريف، أعاد حكم مباراة إشبيليا وغرناطة في الدوري اللاعبين من غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة لاستكمالها. الحكم احتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الثاني، لكنه أنهى المباراة بعدها ب3 دقائق فقط. لاعبو غرناطة لم يسكتوا وقاموا بالاعتراض ليقرر الحكم إعادة لاعبي إشبيليا من غرفة الملابس للعب الدقيقة المتبقية، وبالفعل ارتدى لاعبو إشبيليا وغرناطة ملابسهم وأحذيتهم من جديد وأكملوا الدقيقة المتبقية قبل أن يعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز إشبيليا. حارس الرجاء البيضاوي ينجو من حريق اندلع في سيارته بعد مغادرة التدريبات. محمد بوعميرة تعرض لحادث سير خطير بعدما اصطدمت سيارته بشجرة على جانب الطريق، مما تسبب في اندلاع النيران فيها على الفور، ونجح الحارس المغربي في مغادرة السيارة المشتعلة في الوقت المناسب، بينما تعرضت المركبة لأضرار بالغة جداً.